دائما بأوقات الفراغ أحب أدخل وأتصفح الإنترنت وأطب على المواقع وأشوف الأماكن المسكونة بالجن، إذا كانت مستشفيات، وديان، صحاري، وهناك ألقى قصص، والقصص هاي تكون موثوقة، وأغلب هاي المواقع تكون عندها مصداقية لأن هاي المواقع تابعة التلفزيونات، فمستحيل يكونون يعني جايبين خبر كاذب لأن وراها راح تطلع الحقيقة. فأنا جاي أقلب بأحد المواقع لقيت مقالة مكتوبة عن منتزه، ومشهور هذا المنتزه بالسعودية من مدينة المنورة. اسم هذا المنتزه هو منتزه البيضة. اتعمقت بالقراءة بالمقالة ولقيت ان المنتزه بظواهر عجيبة وغريبة. من هاي الظواهر انه انت اذا تركت سيارتك راح تمشي بعكس الاتجاه مال الشارع لكن ببطء شديد، ما راح تحس عليها الا وانت قاعد يلا، يعني تحس ان السيارة تحركت من مكانها، واذا استمريت بقعدتك راح تشوفها فعلا تحركت وراحت المكان ثاني، صح تمشي قليل لكن راح تتحرك من مكانها. واكو بعد شغلة ثانية، اذا انت صعدت على احد الجبال اللي موجودة بالمنتزه، لان هذا المنتزه بري وفتحت قنينة مي ودرة المي، راح تشوف المي بمكان ما ينزل للأسفل يرجع يصعد للأعلى وبعدها يتبخر ويروح. هواي اكو شغلات على هذا. العلماء قالوا انه هاي المنطقة بيها عدم جاذبية وبيها ما اعرف شنو. المهم يعني هذا المنتزه هو منتزه بري مو منتزه داخل المدن، والمنتزه كبير جدا، تقريبا المساحة مالته 1600 متر بهالحدود هذا. وهذا المنتزه بعدة غابات وبعدة أشجار وبعدة صخور وبحتى جبال. وقديما هاي المنطقة كانت تسمى بوادي الجن، وحاليا هي منتزه البيضة. فأكو قصة صغيرة كانت على هذا المنتزه. أكو شباب ثلاثة رايحين مخيمين بالمنتزه، والشباب ذولا لما اجى وقت الليل ما لموا غراضهم، ناموا بالمكان. ويوم اللي ناموا بالمكان قعدوا الصبح لقوا السيارة مالتهم مبتعدة جدا عن المخيم، كأنه واحد شغلها وراح خلاها. وبعدين بدأ واحد يقول للأخ أنت شغلت السيارة وإحنا نايمين، واحد يقول له لا أنت دفعتها وما طلعت صوتها، والكل كان يحلف إنه ما حد حرك السيارة من مكانها. فاشتهر هذا المنتزه إنه موجود به جن. والقصة اليوم اللي جاب لكم إياها عن شخص اسمه فارس ويلقبونه أبو أحمد. فهسه أنا راح أخذ دور بالقصة على مود أعيشكم بأجواءها المرعبة. إذا أنت ما مشترك اشترك، وإذا ما حط لايك حط لايك للفيديو، وحاول شارك القناة ويا أصدقائك. وطبعا هذا الشيء يكون فضلا وليس أمرا، تقدر تقدر، ما تقدر ما تقدر، هذا الشيء عائد لك. اسمي فارس، وقبل لا أتزوج كنت دائما أروح لهذا المنتزه، وتصير عندنا فت شغلات غريبة. كنت أروح أني وأصدقائي دائما نروح لهناك. بيوم من الأيام شفت واحد فوق الجبل ويلوح بإيده أنه يقول تعالوا. بذاك الوقت كنا صغار بالعمر وعندنا شغف وحب للمغامرة، كنا نصعد عليه ونروح ونرجع وما نلقى أحد، لكن لما نرجع لمكاننا نشوف نفسه أو احتمال بمكان ثاني. ويوم من الأيام هم كنا فوق الجبل، وهاي كان نهار يعني مو ليل، لقينا مرة عجوز فوق شكلها مرعب جدا وطلبت من عندنا مي. بذاك الوقت خفنا وارتعبنا، انطناها قنينة مي ومباشرة نزلنا. راح تقولون شنو الغريب وذا لقيته مرة؟ المرة هاي كانت طاعنة بالسن، ومن المستحيل راح تقدر تصعد فوق الجبل لان كان مرتفع وعالي، وحتى دا واحد راح يحملها ويصعدها فهاي مستحيلة لان المرة كبيرة جدا بالسن وما راح يقدر يصعد. احنا شباب وبروحنا لما نسلقنا بدينا نلهث وما نقدر، لان الجبل كان شاهق وصعب والصخور مالته حادة. المهم هاي كانت احد القصص اللي صارت وياي. وبذاك الوقت كنت بس فارس، ما يصحولي ابو احمد لان ما كنت متزوج. المهم مشت الايام وعدت لغاية ما اني اتزوجت وانقطعت عن اصدقائي وانقطعت عن المنتزه تقريبا نص سنة او اكثر.
ومرتي جاب الطفل وسميته أحمد اللي هو الكبير، وأنا ناسي المنتزه تماما. فمرتي حبلت مرة ثانية وجابت طفلة وصاروا عندي اثنين. في يوم من الأيام طلبت من عندي زوجتي أنه نطلع طلعة بر أو طلعة برية. الصراحة أنا أحب الصحراء، لكن الأماكن اللي نروح نكشت بيها زوجتي تريد مكان يعني بيه ناس وبيه حيوية، وهذا الشيء بالصحراء ما راح تلقاه دائما، لو تلقى بس شباب لو ما تلقى أصلا. فقلت لا، أنا ليش ما أروح للمنتزه؟ المهم قلت لها حضر نفسك على يوم الخميس راح نطلع الظهر ونسوي حفلة مال شوي بالمكان. قالت لي وين؟ بالصحراء. قلت لها راح نروح المكان ثاني وأكيد راح يعجبك. المهم وصل اليوم الموعود ورحت أني وعائلتي ورحنا ذاك المكان واستمتعنا، ووصلنا تقريبا الساعة 12 اتغدينا هناك وكنا ماخذين ويانا لحم ومجهزين كل أمورنا على أساس بالليل نشوي. ابني الصغير بذاك الوقت كان عمره تقريبا 5 سنين 6 سنين بهالحدود، والبنية الأصغر من عده كان يخاف من الجبل شي مرتفع، وكل ما أقول له قوم العب متجمد بمكانه. المهم الطفل اللي ناظر بيه ويقول لي كان شخص يباوع علي من فوق. طبعا الأطفال أحيانا يشوفون أشياء إحنا ما نشوفها، فاللي سويته أنا حتى أكسر حاجز الخوف عنده أخذته ومشيت، وهو كان يبكي، وبعدها حملته وقلت له لا تخاف وصير سبع. أخذته من الجبل وخليته يلمس الصخور بإيده، وشوية شوية بدأ يتعود على الوضع وقال لي نزلني أريد ألعب. نزلته وبدأ يلعب، يشيل رمال من الأرض، يشيل أحجار ويشمر ونمشي. مشينا مسافة بعيدة جدا لغاية ما وصلت جبل، وهذا الجبل كان ناصي وأكو واحد بعد ورا عالي. طلع لي شخص من بين الصخور، شكله غريب جدا ومريب بنفس الوقت، كان هدومه متسخة جدا ولونها صاير بلون الصحراء، ووجهه أسود قاتم وكله تراب، وبنفس الوقت الهدوم اللي لابسها مشققة، وبدأ يصرخ علي ويقول لي اطلع من هنا. ابني بذاك الوقت جمد عن الحركة وبدأ يبكي ويعيط. أنا طبعا تعاملت وياه كإنسان يعني قدامي مريض أو مجنون، ما حبيت أنه أنا أصيح عليه. شلت ابني ومشيت، ويوم اللي مشيت حسيت بحرارة بظهري، وحتى ابني وانا شايله يعني لم راسي حيل ونزله هنا، وكنت أشعر بجسمه شون خايف ومرعوب، والحرارة هاي اللي حسيت بيها شنو ما أدري. التفتت وما لقيت أحد، ويوم اللي رجعت وجهي للأمام اتفاجأت بمنظر ما أنساه نهائيا. لقيته واقف قدامي ويقول لي تغادر المكان وتطلع هسه. قلت له صار وعلى خشمي، راح أشوف المكان واطلع. طبعا بذاك الوقت انا ما حسبته انه هو من الجن، لان دول المجانين دائما تصير عندهم هاي الاشياء والحركات. المهم وصلت زوجتي، لقيت زوجتي واقفه على حيلها وشايله بنت الصغيره، ويوم اللي وصلت الها اخذت نفس ورادت تتخربط. قلت لها شبيك؟ قالت لي خلينا نطلع من المكان ونغادر. فكنت اضحك واقولها شنو نطلع من المكان ونغادر؟ احنا مو جايين نشوي وخلص صارت الدنيا المغرب، يلا خلنا ننزل الفحم. قالت ما اضل دقيقة هنا، يا بنت الناس عدلي بدلي، ماكو هيك شيء، ماكو كذا، انت شفتي شنو اللي صار ليش؟ قالت واحنا قاعدين شفت واحد من بعيد يمشي، وكنت هذا جاي باتجاهنا، وانا عبالي عنصر امني لان كان الثوب مالته يعني بلون الصحراء، وهذا الزي بذاك الوقت مال اللي يفترون هناك. قلت لها ايه وينه وسوالكم؟ قالت ما سوالنا. نزلت راسي على بنتك ناظرت ما لقيته، ولقيته جاي يزحف على الأرض، هو ولا مو هو ما أدري، كان شكله غريب جدا، ولما وصل ليمنا كان حجمه كبير وكان سحلية، وصرخت عليك وناديت إلك لكن أنت ما سمعتني، وهو غادر. لأن بديت أقرأ آيات من القرآن وتعوذ من الشيطان، وطول الوقت اللي كانت تتكلم بي زوجتي أنا شايل ابني بحضني. اللي صار هنا مرة واحدة صرخ وقال لي بابا هذا، وين واقف يناظر بينا. التفتت لقيت هذا الشخص الشكل غريب جدا ومخربط، وقام ينادي باسمي ويقول لي اطلعوا من هنا
وغادروا، إلكم دقائق معدودة. طبعا زوجتي لما شافت منظرة من بعيد وشكله الغريب مباشرة بدينا نلم بالغراض ونصعد بالسيارة، وصعدنا الأطفال بالسيارة قبل لا نلم الغراض تحسبا لأي شيء يصير. وزوجتي تقرأ قرآن وأنا كذلك، وأقول لها لا تخافين. المهم صعدنا كل غراضنا وصعدت، وأول ما صعدت وشغلت السيارة صار أمر غريب جدا. اشتغلت السيارة صح، لكن تقدمت أمتار عديدة، وحسيت أن السيارة بعد ما تقبل تتحرك من مكانها أو تمشي. فاستغربت وقلت احتمال السيارة غرزت بالرمال أو هاي الأرض رملية. لما نزلت لقيت الأرض يعني مو رملية، والسيارة ما مغرزة وتقدر تمشي وبكل رياحة. فرحت وصعدت مرة ثانية للسيارة وبديت أمشي وأدعي وأقرأ قرآن، لكن السيارة مثلا ألوف بيها يمين ترجع يسار، وكنت يعني بصعوبة أنه أنا ألوفها. مع العلم السيارة اللي كانت عندي سيارة يعني حديثة مو قديمة، يعني حتى الستيرن مالتها أو المقود مالتها كان كهربائي، يعني أول ما شغلها يصير بسرعة يفتر وبكل سلاسة. وانا كنت مستمر بذاك الوقت احاول انه اطلع السيارة من هذا المكان بسرعة، وبنفس الوقت ما ارد ابين انه اني خايف قدام زوجتي واطفالي. وبذاك الوقت حسيت انه اني غبي جدا، يعني قديما وكانت الناس تتردد بكثرة على هذا المكان وحتى السياح، وكنت اشوف هاي الشغلات. اش حال هسه المكان يعني شبه متروك، ادامة ما بي قوية، شكله موحش ومرعب، شلون جبتهم ما ادري. على كلنا نحن بعد خلص صرنا بالمشكلة والورطة، وانا مستمر اطلع السيارة مرة واحدة شفت مثل الغامة السوداء او مثل الدخان الاسود اجى بسرعة ومتجه على السيارة. انضربت السيارة ماتي من ورا ضربة قوية، صرخوا الاطفال اثنيناتهم، وزوجتي كانت ملتفتة وتقول لي انظر وراك وشوف شنو موجود. يوم ناظرت لي ورا شفت أبشع مخلوق على وجه الكرة الأرضية، شفت إنسان لكن وجهه مشوه تماما، وكان حلقة كبير جدا وعيونه بنفس الوقت كبار وواسعة ولونها يلمع كأنه أضوي، ويحاول أنه يتهجم على السيارة لكن من ورا فقط. بدأت زوجتي تعلي صوتها بالقرآن، وانا بديت اكبر بصوت عالي يعني جاي اذن بالمكان، وبعدها هو اختفى لكن وين راح ما اعرف. استمريت تقريبا 10 دقائق واني اهدي بالاطفال وزوجتي واقولها ماكو اي شيء وراح نطلع، بس اذكروا الله لا تخلوه يخوفكم، شكلنا احنا وقعنا بمكان بيجن. طبعا الاطفال كانوا صغار بذاك العمر، واذا قلت كلمة جن قدامهم احتمال ابني يعرف شوية لكن ما عنده معلومات، لكن هذه صغيرة ما راح تفهم. لكن من يشوفون انه احنا يعني خايفين ومرعوبين اكيد راح يظلون يبكون. المهم نجحت انه هاني هدأتهم وقلت لهم هسه نطلع من هذا المكان واخذكم المكان احلى، وهي مدينة الالعاب او مدينة الملاهي. المهم الكل سكت، لكن انا كنت اشوف زوجتي متوترة جدا وتطقطق باصابعها، والسيارة ما تقبل تشتغل وكل ساعة تقول لي حاول بيها، انزل ادفعها، انزل سوي لها كذا، انزل. وانا الصراحة كنت يعني خايف ومرعوب. المهم هستوني فتحت الباب مال السيارة وحطيت رجلي اريد انزل، حسيت انه واحد لزم قدمي، وبنفس الوقت اجت حجارة بالسيارة وكبيرة جدا تقريبا حجمها يعني بهذا القدر، واجت لي فوق على السقف مال السيارة، وبدأوا الاطفال يعيطون وهذا مشلب برجلي وحاول انه اني اوخر رجلي لكن بدون اي جدوى. المهم قمت اصيح يا الله ساعدني يا رب، وانا جاي ادعو مستمر ترك رجلي وما اعرف وين اختفى. صعدت بالسيارة وصارت عندي رجفة لا ارادية برجلي، بحيث كنت اخلي رجلي على دعسة البنزين ترجف برجف مو طبيعي وما جاي اقدر اضغط عليها، كنت خايف ومرعوب جدا بذاك الوقت. المهم بديت أقرأ بس قرآن وركزت جدا بالآيات القرآنية، هدأ الوضع وبعدها السيارة تقدمت أو مشت وحدها. يعني لما مشت السيارة بذاك الوقت قلت الحمد لله والشكر، وبديت أنا أدوس وأساق السيارة لحد ما طلعت ولزمت الشارع
العام كانت ليلة مأساوية جدا، بعدت عن المكان وبديت أخذ نفس وأرتاح، وحتى وقفت على جانب الطريق وخليت زوجتي والأولاد يغسلون، واعتذرت من عندها وقلت لها أنه أنا جيت لهذا المكان بالغلط وراح أعوضكم بطلعة ثانية. قالت ما أرد أطلع بعد نهائيا ولا أروح المكانات مثل هاي، وحتى الصحراء ما أروح إلها. المهم وصلنا بذاك الوقت للبيت بحدود الساعة تقريبا يعني 12 ونص بهالحدود، مباشرة دخلنا ونمنا. ابني كنت معلمة انه هو ينام بغرفة واحدة وهي بجانب الغرفة مالت، والباب الظل مفتوحة. فاللي صار هنا سمعت الباب انسدت يمكن ورا نص ساعة لما دخل ينام، فاول ما انسدت الباب استغربت وليش قام وسد الباب علي، وردت الباب انفتحت مرة ثانية، قمت من مكاني ردت انسدت تقريبا بالخمس مرات ست مرات لغاية ما طلعت من الغرفة وشفت منظر جدا يعني مرعب بذاك الوقت. صح ما شفت شخص قدامي لكن اشوف الباب تنسد وترد تنفتح، والمشكلة الاكبر المقبض مال الباب كان ينزل من العدم او احتمال اكو شخص بالغرفة. قلت بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورحت دخلت للغرفة ما لقيت احد، والمشكلة الاكبر ابني ما لقيته نايم على السرير. شعلت الضوء مال الغرفة، واول ما شعلت الضوء مال الغرفة تفاجأت انه هو ما موجود، والتفتت وراي ولقيته واقف. لقيته واقف بطريقة انه هو منزل ايديه ومنزل راسه بهذا الشكل ورافع عيونه ويناظر بيه ويضحك ويقول لي خفت صح؟ المهم قلت له ليش ما تنام وكنت تسوي؟ يقول لي انا كنت افتح بالباب واسد جاي العب. فقلت له وليدي يهديك يرضيك امشي نام بمكانك. قال تمام راح نام بمكاني. نام بالغرفة وطلعت وكان يقول لي سد الباب وراك. قلت له احنا ما نسد الباب متعودين. قال لا سدها ما جاي اقدر انام. ابني ما اعرف شلون يحكي اول مرة يتكلم وياي بهيج لباقي. قلت خلاص خلى سد الباب عليه ونرجع ننام. مباشرة رجعت ونمت، ويوم اللي نمت سمعت صوت جاي من الصالة. طلعت لقيت الباب مسدودة على الطفل، ورحت للصالة لقيت ابني نايم بالصالة على احد الكنبات. قربت عليه وبذاك الوقت اول مرة بحياتي يمكن اشعر بالخوف من طفل وهو ابني. المهم اول ما جيت عليه اريد بس اصحيه جفل وقام يصيح ويقول لي اجاني للغرفة، اجاني ما اعرف شي يريد مني. رحت مباشرة اركض للغرفة وابني وياي لازمة بايدي. حاولت انه انا افتح الباب مال الغرفة ما انفتحت. سمعت صوت من الداخل يقول لي لا تزعجني اريد انام وعوف الباب مسدودة ولا تحاول تفتحها. وكنت اسمع صوت بعد مال كلام جوه لكن ما جاي افهم عدل. وثاني يوم مباشرة اخذت الطفل ورحت الشيخ وقرأ عليه قرآن، وطلع ان هو بيمس من الجن، وهذا الجن قدر يدخل بجسم ابني ويطلع ويتجول بالبيت براحته. بعدها رحت وجبت الشيخ للبيت وبدأ يقرأ قرآن، وهاي العملية ظلت تقريبا اسبوع كامل تصير اشياء غريبة بالبيت. ومن هاي الاشياء الغريبة انه نسمع صوت بالغرف ونسمع اصوات مال الناس تتمشى بالممر واحنا نايمين، وبنفس الوقت كنت يعني دائما اقعد جفلان من حلم مرعب لكن ما اتذكر. وكنا ننام كنا بغرفة وحدة بهاي الفترة، والحمد لله والشكر قدرنا نتخلص والفضل يرجع الرب العالمين والكتاب القرآن الكريم ثم الشيخ هذا. المهم هاي القصة اللي سمعتوها انتو جبتها انا من احد المواقع، وهاي كانت على لسان صاحبها، وان شاء الله عجبتكم. واعتذر واسف اذا كان صوتي شوية متغير، مريض ومالي واهس، لكن ان شاء الله ما راح انقطع عنكم نهائيا. واذا انت استمتعت بالحلقة ضغط لايك، اشترك لي بالقناة، فعل زر الجرس، وانتظرني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.